هو الشيخ العلامة التقي محمد الطاهر أيت علجت. هذا الرجل من شخصية العظماء والمثقفين الجزائريين، مسيرة قرن من العلم والجهاد قضاها زاهداً ومتصوفاً وعاشقاً لله والعلم والنضال. آية ربانية في الكون تحط في الجزائر. العلامة أيت علجت صدق الله ما عاهد عليه، فهو من المؤمنين الأخيار، من أولياء الله، وأنه من علماء ورثة الأنبياء، وأنه مجاهد في سبيل الحرية، حرية الوطن وحرية الدين وحرية اللغة. فهو الشيخ قدوة في كل مجال الحياة، فما على الطلبة وعلى الشباب إلا أن يقتفوا أثره ويقتدوا بطريقته إن شاء الله. الشيخ الذي لم يكل يوما من قضاء سنواته يوما بعد يوم في خدمة العلم والدين، ولا يزال طالبا ومعلما ومصلحا وموجها وجاهدا مع إخوانه بالعلم والسلاح لتحرير الجزائر والوطن العربي والإسلامي من الاستعمار الغاشم. نضال بدأه من مسقط رأسه ثمقرة ببجاية، ويتابع مسيرته بعد الاستقلال في تعليم وتكوين جيل الاستقلال في المدارس الجزائرية ومساجد القطر. الشيخ سيدي يحيى العدلي ولد في ثمقرة، والقائم بزاويته منذ سنة 1937 حيث تولى التدريس فيها وما زال مشرفا عليها. عالم من سلالة الفقهاء والأشراف، ملم بعلوم الدين والفقه والشعر والبلاغة واللغة والصرف والفلك والحساب، بالإضافة إلى علوم الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا وغيرها. الإبن الفذ للجزائر وطنا وتاريخا، أعطى كل ما يملكه في سبيل تعليم أجيال كاملة، فتتلمذ وتخرج على يده أكبر علماء الجزائر، من بينهم المفكر الجزائري والعلامة مولود قاسم نيت بالقاسم، والعلامة الشيخ محمد شريف قاهر عضو المجلس الإسلامي الأعلى وأستاذ التشريع الإسلامي بالمعهد العالي للقضاء، والأستاذ محمد صغير بن العلام والشيخ أبو عبد السلام. رجل أكبر من الذهب، يزن أكثر من الذهب، فرجل هذا اجتمعت فيه كل الخصال لإجماع الأمة لشأنه، فهو رجل إجماع، رجل ثورة وجهاد، رجل علم وتعليم، إصلاح، كله أخلاق، كله مدرسة. يحتاج مثل هؤلاء إلى التشجيع، إلى ذكر مناقبهم، إلى تعليم الجيل من بعدهم، إلى نشر ثقافتهم. الأمة محتاجة إلى أمثال الشيخ الطاهر كثيرون في وقت فيه العواصف، في التقلبات السياسية والتقلبات الاجتماعية. مهما قلنا في تكريمك يا شيخ، فأنت تبقى العلامة الذي أنرت ولا تزال تنير درب العلوم في الجزائر والأمة الإسلامية جمعاء، فنعم الأستاذ والمفكر يا عالم الجزائر. وعلى هامش هذا التكريم كدى عبد العالي مزغيش رئيس جمعية الكلمة للثقافة والإعلام أن الخلاف الذي روج له إعلاميا بين الجمعية ووزارة الثقافة ليس سوى بلبلة ومحاولات لتشويه صورة الجمعية التي تسعى لترسيخ وخدمة الثقافة في الجزائر. فنحن كجمعية ثقافية نشيطة بشهادة الخصم قبل الصديق، فمدة سنوات ونحن لم نتحصل على دعم من هذه الوزارة، خصوصا في فترة سابقة كان فيها الاهتمام أكثر بنشاطات فولكلورية أكثر منها فكرية وجادة. نحن لسنا ضد الرقص كفن، نحن لسنا ضد المهرجانات الفنية، ولكن الإكثار منها والإفراط هو تفريط في مثل هذه النشاطات كنشاطنا اليوم، وتكريم محمد الطاهر أيت علجت بمناسبة اليوم العربي للغة العربية. فالحمد لله التقينا بوزير الثقافة بعد أن قدمنا طلبا لذلك. وزير الثقافة هو شاعر وكاتب ومثقف، تفهم هواجسنا وتفهم طموحاتنا. استوطن